وللخوض في هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس الكاتب والباحث السياسي شلومو غانور. أهلا بك سيد شلومو. سيد شلومو، يعني أقل من ساعة لربما تفصلنا عن انتهاء هذه الهدنة. حماس تطالب مقاتليها بالاستعداد للمعارك، وإسرائيل تهدد باستئناف العمليات القتالية، عدم الوصول حتى هذه اللحظة إلى تمديد لهذه الهدن المتوالية. برأيك ما هي الأسباب؟ أعتقد بأننا نشهد الدقائق الأخيرة من نفاذ الهدنة التي استمرت 6 أيام، ونحن على بعد 40 دقيقة من انتهاء الموعد الذي عملته إسرائيل لحماس بتعديل القائمة التي قدمتها فجر اليوم بالنسبة للأسماء والمخطوفين الإسرائيليين الذين سيتم بموجب الاتفاق إعادتهم إلى إسرائيل. الأسماء التي أدرجتها حماس غير موافية للاتفاق الذي تم حتى الآن والذي يضم النساء والأطفال. إسرائيل تعتقد ولها الأدلة الكافية بأن في أيدي حماس نحو 20 من النساء والأطفال، ويمكن اختيار منهم الأسماء بدل الجثامين. بزد على ذلك بأن يجب على حماس أن تفرج عن الأمهات مع أولادهم وعدم التفريق بينهم. هذا هو العقبة التي تواجه في هذه الساعة أو في الدقائق الأخيرة من نفاذ الهدنة الإنسانية، وإلا ستستأنف الحرب من جديد. نعم سيد شلومو، يعني تحدث هليفي يعني عن رئيس الأركان عن استمرار العملية، لكن لا تبدو ملامح العملية القادمة مشابهة لما كانت في بدايتها، في ظل يعني حديث أمريكي عن وجود منطقة آمنة للمدنيين كما ذكرنا في بداية النشرة الإخبارية، لكن كذلك أيضا حماس لربما أعادت تشكيل صفوفها والمطالبات الدولية التي من المتوقع أن تكون أشد والضغوطات على إسرائيل. برأيك كيف من شأن العملية العسكرية إذا فشلت الأطراف في تمديد هذه الهدن؟ كيف لهذه العملية العسكرية أن تكون؟ التكتيك الذي ستتبعه القوات الإسرائيلية في المرحلة الجديدة وهي باتجاه الوسط والجنوب من قطاع غزة يختلف عما اتبعته في شمالي قطاع غزة. إسرائيل ستأخذ بعين الاعتبار الدعوة الأمريكية باستثناء السكان الفلسطينيين في منطقة القتال الجديدة والتي تستعملهم حماس دروعا بشرية. إسرائيل ستطلب من السكان الابتعاد عن مناطق القتال لنحو 1 كيلومتر غربا أو شمالا نحو الأماكن الآمنة، وذلك حماية لأنفسهم. إسرائيل ستعمل، وهذا بموجب الخطط العملياتية، قدر الإمكان إبعاد السكان عن دائرة القتال، هذا هو المخطط للعمليات الإسرائيلية. هذا من جهة. زد على ذلك بأن في المكالمة الهاتفية التي تمت بين الرئيس بايدن ورئيس الحكومة نتنياهو تم الاتفاق على أن الإدارة الأمريكية ستطلع مسبقا على الخطط العملياتية الإسرائيلية بهذا الصدد، كما تم الاتفاق بهذا الصدد أيضا بين وزيري دفاع إسرائيل والولايات المتحدة بعدم إقحام المواطنين الفلسطينيين في منطقة الجنوب إلى دائرة الخطر. أعتقد بأن إسرائيل ستأخذ بعين الاعتبار جميع هذه العوامل. نعم سيد شلومو، يعني بحسب ما تحدثنا عنه في البداية عن أبرز ما يقف في وجه يعني تمديد هذه الهدن، حماس أوضحت لإسرائيل كما ذكرت أنت أيضا بتسليمها 7 محتجزين من الأطفال والنساء وجثامين 3 محتجزين
مقابل تمديد هذه الهدنة، برأيك يعني لما رفض الجانب الإسرائيلي هكذا نوع من يعني من المبادرة من قبل حماس بتسليم يعني محتجزين من الأطفال وجثث أيضا؟ هل من شروط إسرائيلية أخرى أم ترغب إسرائيل في المرحلة القادمة من الهدنة أن لربما تواجد أكبر من قبل الجنود أو العساكر أو حتى فئة الشباب؟ لا شروط جديدة، بل التقيد بالاتفاق الأصلي الذي سعت إليه كل من قطر ومصر والولايات المتحدة. إذن فلما رفضت السيد شلومو يعني السبعة محتجزين والجثث حتى هذه اللحظة؟ الجثث لم تكن واردة في الاتفاق، بل كل ما تريده إسرائيل هم الناس الأحياء، أي الأمهات والأولاد بالدرجة الأولى، ومن ثم الشيوخ والمسنين، ومن ثم النساء الصغيرات السن، وفي النهاية الجنود وجسامين الضحايا الإسرائيليين. هذا هو السلم التدريجي الذي تراه إسرائيل في النظرية، أي إعادة الأحياء، إعادة الأمهات، إعادة الأولاد، وعدم تفريق الأمهات عن أولادهن. نعم سيد شلومو، يعني في التقرير السابق لنيويورك تايمز ذكرت بأن هذه الهدن القصيرة يعني خلقت فوائد لكلا الجانبين، لكنها ستشكل أو شكلت ضغوطا على إسرائيل. من وجهة نظرك يعني هل استعجلت إسرائيل في دخولها لهذه الهدنة، أم أن الواقع الميداني والواقع السياسي فرض على إسرائيل قبول هذه الهدنة؟ جميع هذه العوامل كلها أدت إلى اتخاذ القرار، ولذلك أعتقد بأن إسرائيل وصلت الآن إلى المرحلة الحاسمة، أي الإصرار على الاتفاق من جهة، وإلا استئناف القتال من جديد من النقطة التي توقفت فيها القوات الإسرائيلية، أي الاستمرار نحو وسط قطاع غزة والجنوب. علينا نذكر بأن القوات الإسرائيلية ملتزمة بقرارات الحكومة الإسرائيلية والتي حددت أهداف لهذه الحرب، وهي تفكيك البنية الإرهابية المسلحة لحماس والبنية الحكومية لحماس، ثانيا إعادة جميع المقطوفين ثالثا عدم العودة إلى الوضع الذي كان فيه قطاع غزة في 7 أكتوبر، أي عدم التسليم لوجود حماس كقوة على الأرض نحو أي حل مستقبلي قد يتم السعي إليه. هذه هي الخطوط والأهداف التي حددتها إسرائيل، والقوات الإسرائيلية تعمل بموجب التعليمات من المستوى السياسي لتحقيق الأهداف التي حددت لها. نعم، لكن سيد شلومو البعض يتحدث عن أن وزراء اليمين المتطرف بتسائيل سموتريتش وإتمار بن كفير يعني من الوزراء الرافضين لأي تمديد للهدن ويودون عودة الجيش للقتال. هل يوقع تمديد الهدن برأيك نتنياهو في تصادم آخر مع وزراء حكومته من اليمين المتطرف؟ علينا ننظر إلى ذلك من الناحية السياسية، على الصعيد السياسي من جهة، على الصعيد العسكري، وأيضا على الصعيد الجماهيري الإسرائيلي. على الصعيد السياسي الداخلي في الحكومة الإسرائيلية، نعم هناك اتجاه من قبل وتهديد من قبل الأحزاب اليمينية المتشددة بالانسحاب في حال المضي قدما إلى تحويل الهدنة الإنسانية إلى وضع مستمر بدون تحقيق الأهداف الأصلية المحددة لهذه الحرب. ولذلك هذا هي كفة الكماشة الأولى التي نتنياهو موجود بين فيها. من جهة ثانية المستوى العسكري الذي يطلب باستمرار الحرب، لأنه لم يحقق بعد الأهداف المرجوة، وهي تدمير القوة المسلحة والعسكرية لحماس، وهذا يتطلب المزيد من الوقت لتدمير وتفكيك هذه البنية سواء على الأرض وما تحت الأرض.
وهذا يستلزم الوقت، وأن الهدن المتواصلة تتناقض مع هذا الهدف. بالنسبة للمستوى الجماهيري فأعتقد بأن هناك شبه إجماع وطني إسرائيلي بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لنفسها بالعودة مرة ثانية أن تشكل قطاع غزة مصدرا للخطر والعدوان ضد إسرائيل، وخاصة ضد الكرة غلاف قطاع غزة. نذكر هنا بأن نحو 60 إلى 100 ألف من النازحين الإسرائيليين من هذه الكرة موجودون الآن داخل إسرائيل، ولا وأعلنوا عدم عودتهم إلى قراهم وإلى منازلهم بدون تفكيك البنية العسكرية لحماس والقضاء على مصدر الخطر. كل هذه العوامل تضع الحكومة الإسرائيلية، تضع القوات الإسرائيلية، تضع المستوى الجماهيري الإسرائيلي أمام أمر واقع بأنه يجب الاستمرار في القتال. وأعتقد بأن حماس قدمت قبل قليل الذريعة لاستئناف هذا القتال برفضها الانصياع للمبادئ الاتفاق الذي تم بموجبه، أي إعادة النساء والأطفال أحياء بدون شطرهم، وإعادة جميع المخطوفين إلى بيوتهم. كل هذه هي الأمور، ولا أعتقد بأنه يجب التركيز على هذه الفئة، أي الأحزاب اليمينية المتشددة بأنها هي التي ترغم نتنياهو على اتخاذ القرار. شكرا لضيفي من القدس الكاتب والباحث السياسي شلومو غانور.